الايفنت النهارده حاجه جامده جدا يعني، وبنشكر مجلس الجامعات على الايفنت بتاع النهارده يعني، وان احنا مشاركين وادونا الفرصه ان احنا نكون موجودين النهارده ونكون موجودين في الشاطئ من اول اليوم كمان. يوم جميل وروح جميله ان هو يجمع كل الجامعات بتاعت الجمهوريه في مكان واحد، يضم ثقافاتهم كده، ومكان زي العالمين اللي هو شرف مصر قدام العالم كله. موضوع مختلف عن اي حاجه ممكن نشوفها في مصر، موضوع مميز، فكرة ان النشاطات نفسها جديدة، الايفنت واضح ان هو موضوع شغال عليه شغل كبير جدا يعني، فانا متحمس ان انا اشوف الايفنت كلها. الموضوع بجد تحفة قوي يعني، انا اول مرة احضر حاجة زي دي، وبجد الاجواء جميلة جدا واحنا كلنا مبسوطين. احساسي بالمشاركة ان هو احساس حلو مني كمان، اول مرة لسه اشارك درايفر، ولسه برضو اول مرة ان انا اشارك ان انا اصنع عربية واعمل بريكنج سيستم، بس فكان احساس لذيذ. هو اليوم النهارده حلو قوي، التنظيم كمان حلو جدا، قادرين ان هم يحافظوا علينا في الجو والشمس وكل ده، وغير كده المسابقه اصلا من اكبر الاحداث اللي بتحصل في مصر، فهي حاجه سبورتيف جدا للطلبه والشباب وكل ده، فالموقف بالنسبه لنا بقى لنا شهور شغالين على اليوم ده.